خليتكم طلاب. يعني اليوم ما عندنا اي موضوع جديد او اضافه محاضره جديده، بس راح اطلع لكم مثلا ستيم تيبل، بس اعلمكم شلون نسقط، شلون نطلع الاج اف الاج اف جي، وناخذ مثال على الاوبن، واذا عندي مثال على برايتن اعطيكم هو نتوقف، والباقي الامثله ان شاء الله بالمختبر نحل. فاسرح ابدا اسجل. تظهر عندكم الستيم تيبل؟ اي نعم استاذ. نعم استاذ ظهر. لا النسخه يعني مو الاصليه، بس هذا للتوضيح. ان شاء الله النسخه الاصليه راح احطها بالاستنساخ، اجيب النسخه الاصليه بعد الدفتر. شوفتكم عندي هذا الدفتر مال الستيم تيبل، اخليه بالكتاب الاستنساخ يكبرها، او انا مصور عندي بالقسم راح اجيب انزلها على الكلاس واعطيها لابو الاستنساخ، اخاف واحد يحتاج من لابو الاستنساخ. حتى اعرض لكم موجوده، هذا موجوده يا ابو الاستنساخ. اي خوش موجوده. شوف عندك بي دي اف؟ بي دي اف هذا عندي، بس اشني هذا سحبته من الانترنت. انا عندي الاصليه يعني كورقي، مو عندي بالحاسبه. تمام. لان احنا صورناه وخليناه بالقسم. استاذ احنا عندنا نسختين بالمرحله الاولى كان اخذناهم، انا قارنتهم مع المنزله اللي اعطيتني اكو فد اختلاف كلش بسيط يعني. عادي يعني هذا الاختلاف بالارقام؟ عادي بس انا راح اعطيك الستيم اللي راح تستخدمه بالامتحانات احسن. خوش. راح اقول ايش عندنا جدولين، عندنا الستيم تيبل اللي راح ارفق لك هو ان شاء الله على الكلاس انزله، مع جدول الاحتراق شارت مال الاحتراق، لان عندنا موضوعين يحتاج الدورات تحتاج الستيم تيبل، والاحتراق يحتاج هم شارت. فهالاسبوع راح اشرح لكم على الستيم تيبل، الاسبوع الجاي راح اشرح لكم على جداول الاحتراق. حتى قبل ما اشرح لك على جدول الاحتراق ناخذ مثال حتى اقول لك شلون نطلع القيم. فعندنا الستيم تيبل قسمين، قسم ويت وقسم سوبر. هسه هنا شوف هنا هذا تيبل 1 ساتوريتد ستيم، يعني البخار المشبع. فالستيم يتقسم، شوف هنا درجه حراره، هنا ضغط، قيمه الفي اف، الفي اف جي، الفي جي، الاج اف، الاج اف جي، الاج جي، وكذلك الاس اف والاس اف جي والاس جي. هاي راح تطالبون بها. يعني مثلا الانثالبي، مثلا نجي اقول لك عد الضغط مثلا 0.17 او 0.10، هذا 0.10 اشر عليه، 0.10 اشر عليه. مثلا اقول لك احسب لي الاج اف، اريد اطلع الاج اف مالته، اسقط الى ان اصل الاج اف، راح تطلع عندنا الاج اف جي، العفو الاج اف 4.008. مثلا اقول لك طلع لي الاس اف، تسقطه عد البوينت واحد، اسقطه يطلع عندنا مثلا الاس اف 0.0081. مثلا اقول لك الضغط يكون ضغط ما موجود، مثلا 0.48. 0.48 راح اجي عندي ضغط 0.47 وعندي ضغط 0.50، فاسوي انتربوليشن. مثلا اريد احسب الفي اف، فرضا هاي الفي اف اول كولوم، عند البوينت 4.7 اخذ قيمه الفي اف، واجي اخذ عند البوينت 5 اخذ الفي اف مقابله، اقول عند البوينت 4.8 الفي اف ايش قد راح اسوي؟ فراح اسوي انتربوليشن. يعني ايش راح اقول؟ 0.5 ناقصا 0.48، يعني القيمه الكبرى العليا ناقصا القيمه اللي احتاجها، 0.5 ناقص 0.48 على 0.5 ناقص 0.47، هاي كلها معلوم. شو يساوي لنا؟ 0.016 ناقصا القيمه اللي احتاجها اني مقابل 0.48 على 0.016 على 0.016، فراح يطلع لك قيمه واحده مجهوله. بعد ما تسوي طرفين في الوسطين راح تطلع عند ال 0.478، راح تطلع لك قيمه الفوليوم عند هذه القيمه بالضبط، هاي بعد ما تسوي انتربوليشن. اما اذا اعطيتك قيمه ثابته موجوده ما يحتاج انتربوليشن، مثلا اقول لك 0.61 ما يحتاج هاي بعد الفائزه ارقام، لا مثلا 0.61 اجي اشوف 0.61 اي قيمه اريد اطلعها، اللي البي اف،
او الاج اف او الاس اف راح اسقطه واطلعه. هذا بالنسبه اما اذا منطقتك ضغط منطقتك حراره نفس الحاله، تجي على الجدول مال الحراره تسقطه وتطلع القيم اللي احتاجها. هاي بالنسبه للساتوريتد. اما بالسوبر هاي طبعا عندنا عده ضغوط، نجي على السوبر. السوبر الستيم تيبل بالسوبر يبدا منه تيبل 3 من تيبل 3. الستيم تيبل بالسوبر راح يعطيك ضغط مع حراره، ضغط مع حراره ان نحتاج احنا بالسوبر، اما نحتاج الانثالبي او نحتاج الاس او البي، غير هالشغلات ما نحتاجها. مثلا اقول لك بالسوبر عند ضغط 10 ودرجه حراره 500، اجي على ضغط 10 هذا ضغط 10 مع درجه حراره 500 هاي درجه حراره. طبعا الكولوم الاعلى هو درجه حراره والكولوم هذا على اليسار هو الضغط، وهذني الارقام تمثل البي والاج والاس. هاي القيمه هاي الاس اج لا تاخذوها لان هذا الستيم تيبل من النت جبته، الاصلي موجود ان شاء الله بس هذا كتوضيح. فمثلا عند الضغط 10 تفضل. نعم استاذ الضغوط هذول بيا بأشقد يعني وحدته؟ هاي انا يعني اعطيك اياها بالبار الواحده يعني هنا شوفي الضغط من طيب ال لا هون على الجدول. الجدول هذا الجدول هنا من طيب بالبار، يعني احنا بناخذ بالامتحان، بالامتحان من انطيب الميجا. اذا انطيت الضغط بالميجا تضربيها في 10 اس 6 على 10 اس 5 حتى نطلعها بالبار. دائما الستيم كيبل اللي عندنا الاصلي اللي راح نعطيكم اياه بالملزمه هو بالبار، فبالامتحان ما راح ننطي بالبار، ننطي بالميجا وننطي بالكيلو حتى تحولي الى البار تجيني السقف. فهنا هذا الضغط مثلا اقول ضغط 10 هاي كلها للتوضيح مع درجه حراره 500 اقاطعهن مثلا اطلع قيمه الايدج، قيمه الايدج اجي اشر الايدج وامتد بها الى ان اصل القيمه 500 هاي 500 تطلع الانثالبي 1287.8 بعد ما قاطعت ال 10 ضغط مع ال 500. اما اذا انطيت انتربوليشن مثلا اقول لك احسب لي ضغط 3 بار مثلا مع درجه حراره 400، ال 400 موجوده، نجي على 3 بار ما موجود، موجود واحد وموجود خمسه، فراح اخذ عد الواحد وقاطعه مع ال 400 قيمه ايج اللي هي قيمتها 1000 عد ال 400 1265. اقول عد الضغط واحد قيمه الايج 1265.1 وعد الضغط خمسه قيمه الايج هي 1241. زين عند الضغط ثلاثه راح تكون مجهوله، فنفس الحاله اسوي القيمه العليا ناقص القيمة المطلوبة على القيمة العليا ناقص القيمة الصغرى، ونفس الشيء مقابلة، فراح اطلع الضغط 3 ايش قد الانثالبي؟ عد الضغط 3 ودرجة حرارة 400. هو بس عندنا جزئين اللي هي الساتوريتد والسوبر. هاي بالنسبة لاستخراج الايدج والاس والبي كلها نفس الطريقة تنوجد. هاي بالنسبة للستيم كيبل. راح نجي ناخذ سؤال على الاوبن حتى نشوف شلون نطبق الستيم تيبل. نرجع على المحاضره مالتنا اللي الشابتر مال باور سايكل، نجي ناخذ مثال على الاوبن حتى يصير عندنا واضح. هذا عندنا هذا السؤال على اوبن، هذا عندنا السؤال. شوف خلي اصغر الورقه شويه. Consider a steam power plant operating on the ideal regenerative Rankine cycle with one open feed water heater. راح ناخذ 1 اوبن ووتر هيتر، كنا سابقا ناخذ 2 اوبن 3 اوبن، فاحنا سنكتفي بالاوبن واحد. ف with 1 اوبن فيد ووتر هيتر ستيم
enter the turbine at 15 megapascal and 600 درجة سليزي. فدرجة الحرارة منطينا ضغط ودرجة حرارة. منطينا ضغط ودرجة حرارة. من ينطي ضغط ودرجة حرارة يعني الستيم راح للسوبر. فش قد منطينا الضغط 15 ميجا باسكال. شوف أنا قلت لكم ننطيكم هي بالميجا. بعدين نحولها إلى البار. ودرجة حرارة هي 600 درجة سليزي. And is condensing in the condenser. بعدين تكثف إلى condenser at the pressure of 10 كيلو باسكال. دائما الضغط بالكوندنسر أقل من البويلر. فشوف البويلر منطي 15 ميجا باسكال. أما بالكوندنسر لأن الضغط قليل 10 كيلو باسكال. Some steam, بعض الستيم leaves, يغادر the turbine at the pressure. شوف أخذنا بعض الستيم بضغط 1.2 ميجا باسكال ودخلناه على open feed water heater اللي هو قيمته 1.2 ميجا باسكال. Determine the friction of the steam from the turbine and the thermal efficiency. نجي هذا رسم الدورة. طبعا رسم الدورة يعطى بالامتحان أو حتى إذا ما أعطى أنت بس أهم شيء عندك الـ TS diagram شلون ترسمه. يعني هذا الـ TS diagram شلون ترسمه. شوف هاي عندك البويلر، هاي التوربين، الكوندنسر، عندك بومين. ليش؟ لأن سحبنا جزء من الستيم دخلناه على الأوبن فيد ووتر والباقي كمل على الكوندنسر عن طريق مضخة انضخ إلى الأوبن فيد، صار عملية تبادل حرارة وعن طريق مضخة أخرى رجع للبويلر. هاي شلون نحولها الى تي اس دايجرام؟ هذا تي اس دايجرام ثابت مو؟ التي اس دايجرام ثابت، يعني هذا الرسم مالته ثابت، تبقى انت الارقام عليك. يعني الارقام انت ايش قد تريد؟ ترقمها نفس هذا الترقيم احسن حتى لا تتوهم، يعني اكو مثلا طلاب يرقم منها يبدا 7 1 ويرجع، انت بكيفك. فهي 1 2 3 4 5 6 7. هذا الرسم مال الاوبن فيد ووتر. شوف هنا عندك ووك بام، وهنا عندك ووك بام، واحد اثنين ووك بام وثلاثة أربعة ووك بام. نجي أول شيء نبدأ من نقطة واحد كأنه عتحل كارنت عادية، رانكن عادية. نجي عند نقطة واحد، النقطة واحد صايرة بالكوندنسر، فمنطيك ضغط الكوندنسر اللي هو 10 كيلو باسكال. هنا مباشرة نطلع لك القيمة، لا هنا 10 كيلو باسكال راح تضربها في 10 أس 3 تقسمها على 10 أس 5 راح تطلع لك 0.1 بار. مثل ما قلنا تروح على الستيم تيبل بال 0.1 بار. ما عندنا اتش، عندنا اتش اف. بما انه هي ساتوريتد تقول الاتش 1 هي نفس الاتش اف، راح تطلع قيمتها مباشره بعد تسقيط 0.1 بار. راح تطلع الاتش اف هي نفس الاتش 1 191.81. طبعا البي اف هاي قلت لك هي ثابته حتى اذا ما طلع من السيم تيبل تاخذها 0.001. هاي طلعنا الاج الاولى. نجي انتقلنا الى نقطه 2. نقطه 2 شلون نوجدها؟ قلت لك الووك بام الاتش 2 يساوي لنا الووك بام الاول، لان يعني عندنا 2 ووك بام الاول زائدا اج 1. شوف الاتش 2 يساوي لنا اج 1 زائدا الووك بام. الاج 1 معلومه، الووك بام شلون تحسبها؟ الووك بام هو البي اف او البي 1 بي 2 ماينس بي 1. بي 2 ماينس بي 1 البي اف تاخذها 0.001 هاي ثابته. البي 2 ناقص بي 1، البي 2 اللي هو مال اوبن بين هذا الخط وبين هذا، اقول لك بي 2 هذه هذا الخط وهذا الخط. البي 2 هنا 1.2 ميجا، هو ايش سوى؟ حولها على الكيلو لان يعني الضغط مال الكوندنسر بالكيلو، فلازم توحد الوحدات. من حولها على الكيلو يضربها ب 1000 1.2 في 1000 ينشال صفر مع الفائده يطلع 1200 ناقصا 10 صاروا 2 بالكيلو. ضربنا في 0.01 طلع الووك بام هو 1.2. يجي يجمعها مع الاج 1 راح تطلع قيمه الاتش 2. هاي وجدنا اج 1 واتش 2. نجي وصلنا نقطه 3. شوف من 1 الى 2 هسه دخل على نقطة 3، 3 رجعت على الويت. يعني من اقول احسب اج 3 هي نفس الاج اف، يعني رجع على الويت. اج 3 هي نفس الاج اف، عد يا ضغط ضغط الاوبن، لان وصلنا ضغط الاوبن. فشوف اج 3 يقول اخذ البي 3 1.2 ميجا باسكال. من هذا راح اطلع اج 3 هي نفس الاج اف. شوف كاتب لك اج 3 نفس الاج اف الضغط 1.2.
1.2 ميجا حولها على الباث في 10 اس 6 على 10 اس 5 يطلع لك جيت تختصر يبقى 10 في يبقى تقريبا 10 اس 6 على 10 10 في 1.2 يبقى يصير 12 بار. 12 بار 12 بار 12 بار فتروح على 12 بار بالويت. هاي كل شغلنا لحد الان بالويت. الاج ما عندنا، عندنا بس اج اف. راح تقول اج 3 يساوي اج اف الضغط الاوبن هو قيمته 798.3. هاي وجدنا ثلاث انثالبيات، وجدنا ثلاث انثالبيات. الاج 4 نفس الحاله. شوف الاج 4 هم وقفهم هنا واحد هنا اثنين، فمن توجد الاج 4 راح تقول الوقفهم الثاني يساوي لنا الفي بي 4 ناقص بي 3. البي 4 هي مال بويلر ناقص البي جواته. هنا راح يصير الوقفهم هنا راح يصير هذا الضغط اللي هو مال بويلر ناقص ضغط الكوندنسر هنا 2 بالميجا، يعني تقدر تحلهم مباشره اذا تيجي تحولهم على الكيلو كيفه. فهنا شوف ايش قال، الفي اف هي 0.001، البي مال بويلر شوف حولها على الكيلو، قال خلي حولها على الكيلو. مثل ما حول هاي على الكيلو الوقفه من الاول حول هاي على الكيلو. الوقفه مال بويلر الضغط مال بويلر هو 15 ميجا ضربه في 1000 15000، ومال اوبن 1.2 في 1000 1200 ضربة في 0.01 طلع 15.7 الوقت بامب. رجع جماعه مع اج 3 اللي احنا حسبناها مع الوقت بامب الجديد طلعت الاج 4 814. اذا وجدنا اربع انثالبيات بهالجهه اللي هي اج 1 اج 2 اج 3 اج 4. راح ننتقل الى الجهه الثانيه، ننتقل على ستيم تيبل السوبر. هسه خلصنا الوي، راح ننتقل على السوبر. نجي على نقطه خمسه. نقطه خمسه بالبدايه انطاك ضغط وحراره، فمن ينطي ضغط وحراره راح ننتقل الى ستيم تيبل مال السوبر. شوف البي 5 15 ميجا باسكال ودرجه حراره 600. ال 15 ميجا حتى نحولها الى البار نضربها في 10 اس 6 على 10 اس 5 يطلع 150 بار. فروح على ستيم تيبل عد ال 150 بار اقاطعها مع درجه حراره 600 اسقطها راح اطلع الايج اللي هي نفسها ايج 5 تطلع 3583 3583. وجدنا ال H5. نجي على نقطة 6. شوف نقطة 6 هنا شرحت لكم بالمختبر راح اطلع ال S5. اطلع S5 حتى اقارنها مع S6. شوف اطلع S5 بنفس الوقت. شوف هنا اذا تيجي على الجدول هنا طلع H5 و S5. ال S5 من يطلعها هي نفسها S6. ليش؟ يعني كونستان انتروبي. S5 هي نفسها S6 ونفسها S7 يعني كونستان انتروبي. من طلعنا S5 هي نفسها S6 هنا ما موجودة بالهاي بس اشرح لكم اياها شفهي. ال S6 راح تكون معلومة. راح تطلع لي ال SG حتى تعرف هاي النقطة هل هي خارج المنحني ام على المنحني ام داخل المنحني. لازم اطلع ال SG اللي هي على المنحني عد الضغط مال الاوبن. راح اطلع الاس جي الضغط الاوبن اللي 1.2 ميجا باسكال وقارنها مع الاس 6. اذا كانت اس 6 اكبر من الاس جي عند هذا الضغط فالنقطه خارج المنحني. اذا كانت اس 6 نفس الاس جي فهي على الخط، اما اذا كانت اقل فتكون داخل الخط. فاني راح اوضح لك اياه، يعني اجيب السؤال واضح. يعني اقول لك مثلا النقطه 6 هي خارج المنحني، فمن يكون خارج المنحني يحتاج لك ضغط وحراره. يحتاج لك ضغط وحراره، شوف انت عندك الضغط. الضغط نقطه 6 1.2 بس ما عندك حراره. فايش راح تسوي؟ هو طلع S5 مساوي ال S6. تروح على الستيم تيبل بالسوبر شوف ايش قد قيمه ال S مثلا طلعت 0.7. عد الضغط 1.2 بعد ما احوله على البار اللي هو 12 بار مع الاس اقاطعن وسقطها الى الاعلى راح تطلع عندي درجه الحراره. اذا رجعنا على ستيم تيبل هسه طلع لكم ستيم تيبل. اذا رجعنا على ستيم تيبل بالسوبر شوف مثلا خلينا نقول بالسوبر ناخذ درجه حراره بالسوبر عادي. مثلا عندنا ضغط 100 والاس مثلا 1.7 فرضا، فاجي ال 100
اقاطع مع الاس، هاي قيمه الاس 1.7، هذه 1.7 او خلاص هاي 1.7، من هاي 1.07 مع الضغط 100 ارتفع الى الاعلى، الى الاعلى اجي اقول اذا درجه الحراره هي 500، اقاطع الضغط مع الاس الانتروبي، ضغط 100 مع الاس مثلا هاي كتوضيح 1.7، اقاطع عند قيمه الاس اسقطها للاعلى راح تطلع درجه الحراره 500. واجي اكتب، شوف هنا بعد ما قاطع طلعت درجه الحراره 218.4. طبعا 218 انت لو تلاحظ السين تيبل هو ثابت، يعني مع درجه الحراره 250 300 350 هاي سوى انتربوليشن ولهذا طلعت 218، يعني ما اكو قيمه بالضبط، يجوز اخذ قيمتين وطلعها 218. فهذه النقطه اتش 6 شلون طلعها؟ بما انه هي النقطه 6 اثبت انه خارج المنحني فيحتاج لك ضغط وحراره. الضغط مال الاوبن موجود بس الحراره ما موجوده حتى نقدر نطلع نقطه 6. طلعنا الاس 5 مساوي الاس 6 لان كونستانت تروبي، شوف ايش قد طلعت، طلعت الاس 5 هي نفس الاس 6 اللي هي قيمتها 6.67. اقاطع 6.67 مع ضغط الاوبن 1.2 اللي هي تطلع 12 بار راح تطلع درجه حراره 214. صار عندك هذا الضغط وهاي حرارة، أقاطع أطلع الإيج 6. واضح طلاب؟ ما بيها صح، ما بيها أي صعوبة. فطلعنا الإيج 6، من طلعت الإيج 6 انتقلنا إلى نقطة 7. نقطة 7 هي دائما أوتوماتيكيا بالويت. فالإس 5 هي نفس الإيج 6 نفس الإيج 7. فأجي اقول عند شوف الاس 5 شوف مساوي الاس 7 لان كونستانت تروبي، من الاس 7 راح اكتب معادله اس 7 يساوي لنا اس اف زائد اكس 7 اس اف جي، فراح اطلع قيمه الاكس، قيمه الاكس طلعها 0.8. ليش؟ لان احتاج الاس 7 هذا قانونه يساوي لنا اتش اف زائد اكس 7 اتش اف جي. طبعا الاكس 7 وجدناها من هذه العلاقه، اجي الاج اف والاج اف جي ارجع على ستيم تيبل بالويت. ليش؟ لان ضار عندنا ضغط كوندنسر، ضغط كوندنسر 10 في 10 اس 3 على 10 اس 5 يطلع لك 0.1، عد ال 0.1 بار اطلع الاج اف والاج اف جي، وعندنا الاكس 7 من هذا القانون راح تطلع عندك الاج 7. انت من راح توجد الانثالبيات؟ السبع انثالبيات، الباقي كله بس مجرد تعويض، يعني راح توجد الكيو ادد، الكيو ان، الوك بام، الوك توربان، كلها راح توجد الانثالبيات موجوده. تبقى شنو عمليه الانبالانس؟ عمليه البالانس اللي عني استاذ بس الاس اف منين نجيبها؟ هم من التيبل؟ الاس اف والاس اف جي هاي من ستيم تيبل بالويت، طبعا هاي الاس اف والاس اف جي من ستيم تيبل عن ضغط الكوندنسر. لان من نشوف اف يعني ويت، من نشوف اس بدون ويت يعني مثلا اس 5 اس 4 هاي بالسوبر. فالاس اف يعني انت من انتقلت على نقطه 7 تلغي بعد السوبر ترجع على الويت. الاس اف والاس اف جي والاج اف والاج اف جي تجيبه من ضغط الكوندنسر بالستيم تيبل بالويت. هذا القانون الاس حتى توجد الاكس 7. ومن وجدت الاكس 7 هذا قانون مال الاج 7 حتى توجد الاج 7. صار عندك هنا الام تحتاجه كميه الستيم اللي سحبناها ايش قد؟ هو دائما يريده بالامتحان. انت مو سحبت من التورباين، قلنا شوف لو نرجع شوي على السؤال شوف يقول لك سم ستيم ليفز، بعض الستيم يغادر التورباين، هذا قيمته ما نعرف ايش قد. فيسوي لك بالانس، يعني لو نجي هنا من 5 الى 6 الستيم راح يكون كامل، هذا بالتورباين من 5 الى 6 التورباين كامل. شوف بالستة راح يدخل على الاوبن، هو لو دوره عاديه راح يروح من 5 الى 7 على الكوندنسر جوبل، بس لا احنا سحبنا جزء منه دخلناه على الاوبن من نقطه 6. هاي القيمه ما نعرف ايش قد، راح نرمز لها ام، راح نرمز لها ام. فالستيم كامل هنا قيمته خلينا نقول يعني واحد، نقول كامل واحد، سحبنا منه ام، سحبنا منه بالاوبن ام، ايش قد راح يبقى من 6 الى 7؟ راح يبقى واحد ناقص الام اللي اخذناها، واحد ناقص ام اللي اخذناها. فمن نجي على الرسم هنا شوف هنا راح نسوي دخول وخروج، ناخذ ايه هذا الجزء اللي هو اوبن فيه، راح نشوف ايش ده يدخل عليه وايش ده يخرج،
ايش ده يدخل وايش ده يخرج. الدي يدخل عليه راح نجي نرسمه هنا، ما راسمه احنا. الدي يدخل على الاوبن، العي يدخل على الاوبن هنا، شوف هو مسويه قبل المعادله، بس احنا لازم نعرف ايش عي يدخل وايش عي يخرج. فدي يدخل عندنا، اذا نرجع على الرسم الرئيسي، عن نسحب من ال H5 هيطلع بنقطة 6. شوف هاي واحد، الأرقام داخل دائرة، شوف نقطة 6 دخلت على الأوبن، فراح نقول الانتر الدخول هو H6. شوف H6 عاد تدخل، بس شلون عاد تدخل؟ ال H6 عاد تدخل كامل، يعني هو جاء الستيم كامل. زين وش عاد يدخل؟ عاد يدخل رقم 2 اللي هو جاء من الكوندنسر، رقم 2 عاد يدخل من الكوندنسر، يعني الاج 6 هيدخل كامل. الجاي من الكوندنسر، الجاي من الكوندنسر، شوف الجاي من الكوندنسر، لان احنا هنا كامل نقول الستيم واحد، سحبنا جزء منه سميناه ام. الباقي من 6 الى 7 راح نقول واحد الكلي ناقصا ام المتبقي، فمن هيدخل من 7 او من 2 هيجي واحد ناقصا ام، فراح يسوي المعادله. شوف ايش راح يقول، ام اي 6 راح يدخل، هو جاء كامل، دخل H6، دخل سحبنا منه، فنضربه بالM اللي هاي الكمية سحبناها نضربها بالH6، زائدا راح يجي من الكوندنسر المتبقي من الكلي ناقصا الM اللي هو واحد ناقصا M في H2، يعني جاي من الكوندنسر H2، شوف الجاي من الكوندنسر هو H2، شوف بين دائرة H2. راح يخرج بس عندنا خروج واحد اللي هو 3، يطلع كامل، يعني بس نسميه اج 3. شوف ايش قال الجزء، شوف الاج 6 اخذ الام لان اخذنا جزء منه، وهي اج 6 هي بدايه الاوبن. الجزء المتبقي هو ناقص الكلي واحد ناقصا ام المتبقي اللي اخذنا منه، الجاي من الكوندنسر اللي يتمثل اتش 2، هذا يسوي لنا الكلي الاج 3. شوف أخذ، اذا ما تكتب الواحد ما تاثر اج 3. هذه المعادله راح تكون بها مجهول ام، يعني ايش راح تقول؟ ام اتش 6 زائدا توزع الاتش 2 على القوس، اتش 1 اتش 2 ناقصا ام اتش 2 يساوي لنا اج 3، فراح اخذ عامل مشترك الام راح يصير اج 3 ناقص اتش 2 على اتش 6 ناقصا اتش 2. هاي الثلاثيات انت كلها وجدتها، بس مجرد عوض ارقامها حتى اوجد قيمه ام. فقيمة M اللي أخذناها هي 0.2270، هاي كمية الستيم اللي أخذناها من الواحد اللي كامل، أخذنا جزء منها وديناه للأوبن فيل. نجي شو يريد من عندك؟ يريد كفاءة الدورة. كفاءة الدورة عندك عدة قوانين، أما تقول دلتا W نيت على الكيو أدد، هنا بعد السؤال أخذ قانون ثاني اللي هو قال الكفاءة تساوي إنه واحد ماينس كيو أوت على كيو ان، كيو اوت الخارجيه على كيو ان، اجي اطلع الكيو اوت والكيو ان. الكيو ان يعني لما تنضاف داخل البويلر، ايش عندنا ثلاثيات تنضاف داخل البويلر اللي هي اتش 5 ناقصا اتش 4، هذه داخل البويلر نسميها كيو ان، اتش 5 ناقصا اتش 4. فشوف كيو ان تجي على كيو ان تقول اتش 5 ناقصا اتش 4، H5 موجودة H4 موجودة، راح يطلع لك QN. الكيو اوت اللي هي تكون بالكوندنسر، يعني الريجكتد نسميها المطروحة، اللي تكون هاي داخل هاي المنطقة اللي هي H7 ماينس H1، بس هناش عندنا مضروبة 1 ناقصا N، يعني احنا المتبقي الستيم، المتبقي الستيم هنا مو قلنا يجي من الستة ما يخرج من الاوبن، المتبقي واحد ناقص ام يستمر الى نقطة واحد، فنقول واحد ناقصا ام، واحد ناقصا ام، بعد ما طلعنا قيمة ام راح تعوضها هنا، واحد ناقصا ام، اتش سبعة ناقصا اتش واحد، اتش سبعة معلوم، اتش واحد معلوم، الام معلومة، فراح تطلع لك الكيو اوت اللي هي كيو ريجكتد، تطبقها بالقانون راح تطلع الكفاءة 46%. اما اذا طبقت دلتا دبليو نيت راح يكون الوك توربين ناقصا الوك بام، تجي تطلع الوك توربين وتطلع الوك بام تقسمه على الكيو ادد، الكيو ادد هي نفس الكيو ان، يعني راح يتغير عندك ايه هذا، راح تاخذ منه الوك توربين والوك بام ويحل السؤال نفس الناتج يطلع لك. هذا بالنسبه حل الاوبن. الاوبن اهم شيء عندك
توجد الانثالبيات. الانثالبيات سهلة، كل سؤال سهل، يعني شوف الانثالبيات 1 2 3 4 عندك بس نقطة 6. إذا ما ينطق بالسؤال معلومات عن نقطة 6 راح تكون صعبة عليك، يعني إذا قلت لك هي بالسوبر فراح تحل سوبر، إذا أعطيتك ضغط بس توجد الحرارة. شلون توجد الحرارة؟ راح تطلع الاس 5 هي نفس الاس 6 وتقاطع الاس 6 مع الضغط حتى تطلع الحرارة. إذا قلت لك نقطة 6 على الخط راح تقول نقطة 6 على الخط هي نفس الاتش جي، ليش؟ لأنه على الخط اتش جي مو اتش اف، اتش جي لأن غاز صارت بالسوبر. الاس 6 إذا كانت نقطة 6 على الخط يعني أقول لك ساتوريتد مشبعة، راح تقول لي بما أنه هي مشبعة ساتوريتد الاتش 6 هي نفسها الاتش جي قد يضغط على الضغط الاوبن اللي هو 1.2. اما اذا كانت بالداخل راح ما اوضح لك، اقول لك هي بالداخل شو راح تطلع؟ راح تقول اس 5 تساوي الاس 6، راح تطلع الاكس 6 وتطلع الاس 6 عن طريق قانون الاكس. فلازم هاي تتوضح لك بالامتحان، يعني اقول لك خارج المنحني او داخله او على المنحني. هذا بالنسبه للسؤال الاوبن، هاي اول نقطه، نقطه 6 مهمه. النقطة الثانية هي عملية البالانس، شلون يصير موازن حتى تطلع الام. الستيم كله دا يجي كامل من نقطة 5 إلى نقطة 6 بالتوربين، سحبنا جزء من الستيم، أنت أي تسمية سميها مو بس ام سميها واي، سحبت جزء من الستيم ما تعرف ايش قد سحبت، يعني أنت كله عملي فما عاد تعرف ايش قد عاد تسحب، بالنظر أنت راح تطلع قيم. سحبت جزء من الستيم اللي من 6 إلى 3 سميناه ام. طبعا المتبقي راح تطرح الكلي هو الواحد ناقص الام السحب، راح يبقى واحد ناقص ام من 6 الى 7 الى ان يدخل الكوندنسر، فراح تسوي عمليه بالانس، تسوي الدخول يساوي الخروج. ايش عندك دخول؟ نقطه 6 يعني هو اس 6، بنقول نقطه 6 هي اس 6، راح تدخل تضربها بالام اللي سحبناها، وراح يدخل عندك 2 اللي جاي من الكوندنسر اللي هو واحد ناقص ام في الايدج 2، راح يخرج ستيم كامل اللي هو اج 3. ليش يخرج ستيم كامل؟ لان اج 3 من راح يطلع اج 3 راح يقابل مقابله من 5 الى 6 راح تكون قيمه ثابته. راح تشوف هنا هاي نفسها، هذا بالشرح السابق، شوف شوف نقطه 6 دخلت على الاوبن فيد تنضرب بالام، هذا الجدول، هذا توضيح للسؤال. شوف نقطه 6 تضربها بالام الدخل، ونقطة 2 الجاي من الكوندنسر تضربها بواحد ناقص ام، اثنينهم دخول، الخروج راح يكون نقطة 3 كاملة واحد. هذا إذا هو محفظ بس تفهمه، هو هذا حل كل سؤال. هذا المخطط الأوبن، اثنين دخول عندنا واحد خروج، الدخول نقطة 6 تضربها بالام سحبنا، والراعي الكوندنسر نقطة 2 تضربها 1 ماينس ام، والخروج هو نقطة 3. هاي عملية شوف energy in يساوي لنا energy out، الدخول يساوي لنا الخروج، وينحل السؤال. في صعوبة السؤال طلاب؟ طب بس عيد نقطة 6. يا عيد نقطة 6؟ نقطة 6. شوف نقطة 6 عندك ثلاث حالات، اما تكون خارج المنحني او على المنحني او داخل المنحني. هذه منين تعرفها؟ من السؤال، انا اوضح لك اياه. يعني جبت لك سؤال قلت لك نقطة 6 هي بالسوبر، لازم عندك ضغط وحرارة، انطيتك ضغط الاوبن بس حرارة ما انطيتك، حرارة ما معلومة بس منطيك الضغط. حتى اوجد الحرارة لازم عندي معلومة اخرى حتى اوجد الحرارة. من اجيب المعلومة اخرى؟ اجيبها من نقطة 5، اقول الاس 5 هي نفس الاس 6 لان كونستانتروبي، وصار عندك S5 هي نفس S6، صار عندك الانتروبي وعندك الضغط. اروح على جدول ستيم تيبل بالسوبر، عندك الضغط وعندك الاس، اقاطعن اسقطها للاعلى راح تطلع لك درجه حراره. من تطلع درجه حراره بما انه هي بالسوبر صار عندك ضغط وحراره، ارجع قاطعن ضغط وحراره تطلع نقطه 6. هاي بالنسبه اذا كانت خارج الخط. اذا قلت لك بالسؤال النقطة 6 هي ساتوريتد مشبعة، يعني صارت على الخط، ما صارت على الخط الحل راح يصير سهل عليك مباشرة. مباشرة راح تقول بما انه هي على الخط الاج 6 هي نفس الاج جي لان هي صارت على الخط. اجي اضغط الضغط الاوبن 1.2 بعد ما احوله الى البار، اقول اج 6 هي نفس الاج جي، اد هذا الضغط واستخرجه.
اما اذا قلت لك النقطه 6 داخل المنحني، يعني لازم اوضح لك اياها، بما انه هي دخلت داخل المنحني راح نفس الحاله تطلع الاس 5 هي نفس الاس 6، من الاس 6 راح تطلع لي الاكس 6 حتى ترجع تطلع لي اتش 6 هي اتش اف زائد اكس 6 اتش اف، نفس نقطه 7 راح يصير عندك هاي الحاله، فراح تلاقي الاتش 6 ثلاث حالات، اما سوبر او داخل المنحني او على المنحني. فهذا السؤال هو قايل لك يعني هي على خارج المنحني، واضح؟ انت شلون تجيبها خارج داخل على المنحني؟ بكيفكم؟ كيفك انت؟ لا انا لازم احدد على المنحني، على المنحني يعني انا بس احدد لك انت تقدر تحلها، يعني انا اقول لك من الامتحان هي سوبر او عندك ضغط فبس تروح تجيب الحراره. يعني استاذ مثل المثال راح تجيبها. ايه فهذا السؤال على الاوبن سؤال سهل، شوف بعده يبدا الكلوز، ف هاي صار عندنا سؤال على الاوبن حليناه. فاسد اشوف اذا عندي سؤال على برايتن اما حلها لكم ونتوقف ان شاء الله. بس خليني اشوف طلعتكم السؤال على برايتن؟ تمام استاذ طلع. هذا السؤال على برايتن. هذا سؤال توضيحي على برايتن. يجوز شوف هنا راح يساعدكم شويه بصعوبه، لان هذا احنا اخذنا البرايتن الايديال. هذا اكتشوال. شوف هذا الحقيقي، فاحنا ما اخذنا الحقيقي بس اخذنا الايديال. فهذا السؤال راح يكون عليكم صعب، فما راح ناخذ هذا السؤال. لان شوف هذا اكتشوال، هذا البرايتن الاكتشوال، احنا اخذنا بس الايديال فما راح ناخذ هذا السؤال. اذا ناخذ سؤال اخر من نفس المواضيع، اذا سين تيبل خلينا ناخذ سؤال اخر على فايل كلوز، ما داخل هذا الكلوز. اذا رحنا خلينا نشوف، انا اشرتكم بالاخير اكو مسائل واجب بس موجود الحل مالتها، يعني السؤال موجود بس الحل. شوف هذا على الاوبن ريجنريتيف رانكن سايكل هاز ذات سيم انتر ذا توربين. شوف راح ناخذ بس الفكره مال هذا السؤال، ريجنريتيف رانكن سايكل هاز ستيم انتر ذا توربين ات 200 بار. شوف انا منطيها بالبار يعني ما يحتاج تحويل، 200 بار و650 درجة سليزي هاي بالبويلر and leaves at 0.05 bar هاي بالكوندنسر. بالكوندنسر يعني غادر الى الكوندنسر 0.05. considering feed water heater to be of open type determine the thermal efficiency of the following condition there is no feed water heater. يعني يقول لك حلي هذا السؤال اذا ماكو فيد ووتر هيتر، يعني حل رانكن عاديه، حل رانكن عاديه. بي ذير ار تو فيد ووتر هيتر، يقول لك عندك تو فيد ووتر هيتر، هاي احنا ما تطرقنا لها، ناخذ بس ون اوبن فيد ووتر هيتر. يعني شوف المطلب الاول مطلوب من عندكم اذا ما عندك فيد ووتر هيتر راح تصير رانكن عاديه، عندك راح يصير اربع اجيال اج 1 اج 2 اج 3 اج 4. اج 3 راح تكون عندك ضغط 200 وحراره 650، الاج 1 تطلعها من 0.05، الاج 2 من الوف بامب، تبقى عندك الاج 4 راح تطلع الاس 3 مساوي الاس 4 وتطلعها عن طريق قانون الاكس والاج 4 وينحل توجد الكفاءه. المطلب الثاني دي ار 2 فيد ووتر هيتر، احنا ما ناخذ 2 ناخذ واحد بس، ناخذ 1 ووتر هيتر. هنا راح اغير هذا المطلب ان شاء الله، راح اقول لك الضغط بالاوبن فيد ووتر هيتر 40، الضغط 40 بس راح اجيب لك. راح يصير هنا ما دام انطيتك الضغط 40 ما حددت لك لا هي سوبر لا هي ويت، مثلا راح اقول فرع بي there are one open feed water heater the pressure is 40 bar and the steam is saturated. ايش راح يصير الحل؟
طلاب. يعني المطلب الثاني انتبه عليها. There are one open feed water heater. The pressure is 40 bar and the steam is saturated. ال edge هنا راح يصير 7 انتالبيات. ال edge 6 هنا ايش راح تاخذه؟ حسب الملاحظه السجلية. على اقول لك الضغط مال open 40 bar and the steam is saturated. ما دام مشبع راح تقول ال edge 6 هي نفس ال edge G. عند يا ضغط الضغط ال 40. فانت راح تروح على ضغط ال 40 تطلع ال edge على open. شوف هذا سؤال على open. هذا على reheat regenerative. هذا شوف شبك دورتين reheat مع regenerative. يعني هذا تقريبا يطلع به 12 13 H. هذا السؤال الثالث. هذا السؤال الثالث reheat. هي reheat بوحده 6 اجات والحق regenerative هم تقريبا أربعة، يعني تقريبا 12 من 10 إلى 12 إج. إذا ردنا نرسم هذا الرسم، هذا راح في اليوم أرسم لكم هو إن شاء الله وأعطيكم إياه. هاي بالنسبة للأوبن فيد ووتر هيتر. طلاب إذا تريدون نحب نكمل تقريبا إحنا خلصنا التسجيل، وقف التسجيل هسه. إذا تحبون نكمل يعني نحل سؤال آخر.